عربي وركله الجزاء جول 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 احمد نبيل يلعبها في اتجاه الفراري شادي 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 جول يلعب ويعلق اشرف مغربي يطلع بضربه راس عدت عبد الوهاب جول احمد سيد احمد سيد عايز يعدي عدى عدى عبد النبي عدى عبد النبي راجل وقع جول يلعب عمر رزق يلا يا عمر بقى يلا بقى يلا يا راجل بقى مش ممكن جول يضغط سلامه سلامه يا ولد سلامه سلامه الوقت اللي لعبه سلامه كان من العناصر على سلامه سلامه في الجول في الجول جول 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 فودي 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 لعبها في اتجاه هاشم عدى 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 جول 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 لعبة طويلة في اتجاه العربي جمال يلعب ضربة رأس النادي الأهلي وجول زياد يلعب عرضية زياد عند العربي جمال جول باسم يلعب ويعلق وادي ضربة الراس مش ممكن في نفسه يلعبها في اتجاه ياسين 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 التصويبة من ياسين عدت كرم جول 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 محمد خالد يلعبها طويلة في اتجاه عربي عربي عدى ولم عربي عربي يعلق ويلعب العرضية عدت وهي جاية يو علي 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 جوه جول هدف أول للنادي الأهلي يلعب تمريرة وتحرك من غريب يا ولد يا ولد يا غريب جوه الجول والهدف الهدف الثاني للنادي الأهلي زيدان يلعبها كريم تصويبة تصويبه من كريم وهدف ثالث للنادي الاهلي محمود صابر عدى بعرض الملعب بعرض الملعب ولكن حطها في المرمى حطها في المرمى محمود صابر وهدف رابع للنادي الاهلي محمد رضا يلعبها رضا اول على التحرك يلا غريب غربه عدت مرت عربي عربي والهدف الخامس عربي يلعب لرضا محمد رضا شوف السهوله شوف البساطه شوف الجون السادس عربي عربي عد عربي يا ولد على التمريره غريب يا ولد على الكعب يا ولد يا ولد على السابع عفركوش عربي لرضا ادي رضا ادي رضا قائد فرقه الفنون الشعبيه اتلعبت عدت اتسندت التصويبه كريم سعد الله صابر عدى صابر مر صابر صابر تمريره غربه غريب غريب التاسع للنادي الاهلي صابر عدى صابر صابر عدى محمود صابر محمود صابر مر مر عدى عدى العرضية أخيرا غريب عربي لرضا عدى رضا رضا يلعبها رضا في المرمى جول 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 هدف ال11 للنادي الأهلي محمد رضا رضا يلعب عند عربي عربي يلعب العرضية لكن التشتيت مرة ثانية وادي التصويبة يا ولد يا ولد كريم يا سعد الله زيدان عربي لزيدان زيدان يرجع لعبت لخالد محمد خالد خالد لكريم سعد الله محمود صابر التحضير والتمرير صابر يصوب يا ولد يا ولد يا ولد على الهدف يضغط النادي الاهلي يلا خالد خالد لمازن مازن لرضا لخالد طلع له هشام يصوب ويسدد والهدف ال 14 14 للنادي الاهلي يلعب محمود علي عدى رضا عدى رضا عدى الحاوي عدى عدى الموسيقار في لعبه ال 15 احمد عربي محمود صبر يعني اللاعب اللي وقف حارس مرمى لحد دلوقتي شايل ثلاث اهداف وادي الهدف يوسف علاء يلعب ويعلق على القائم الاول منعم جول 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 يلعب مع فخري فخري ليوسف علاء يعلق على القائم الاول يا ولد يا ولد جول هيلعب محمود عادل وقفته ويلعبها ويعلقها يا ولد يا ولد يا ولد يا ولد عدى الجبالي 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 يلعبها العرضيه عدت جول 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 احمد حاتم حاتم يلعب لكارلوس احمد خالد كارلوس تصويبه يا ولد يا ولد جول 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 جول